بشارة متى الأصحاح الأول. هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك. وداود ولد سليمان من امرأة أورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد يوشفاط، ويوشفاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوثام، ويوثام ولد آحاز، وآحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسى، ومنسى ولد آمون، وآمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونية وإخوته زمن السبي إلى بابل. وبعد السبي إلى بابل، يكونية ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زروبابل، وزروبابل ولد أبي هود، وأبي هود ولد أليقيم، وأليقيم ولد عزور، وعزور ولد صادوق، وصادوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح. فمجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح. كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف، فتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلى من الروح القدس. وكان يوسف رجلا صالحا، فما أراد أن يكشف أمرها، فعزم على أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، فهي حبلى من الروح القدس، وستلد ابنا تسميه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. حدث هذا كله ليتم ما قال الرب بلسان النبي: ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعى عمانوئيل، أي الله معنا. فلما قام يوسف من النوم، عمل بما أمره ملاك الرب، فجاء بامرأته إلى بيته، ولكنه ما عرفها حتى ولدت ابنها، فسماه يسوع. الأصحاح الثاني. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق، وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. وسمع الملك هيرودس، فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب، وسألهم: أين يولد المسيح؟ فأجابوا: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم، أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل. فدعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم متى ظهر النجم.
ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله. فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي: من مصر دعوت ابني. فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا. فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها ليتم ما قال الأنبياء: يدعى ناصريا. الأصحاح الثالث. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب. ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ. وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمنعه يوحنا وقال له:
أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟ فأجابه يسوع: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله. فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت. الأصحاح الرابع. وقاد الروح القدس يسوع إلى البرية ليجربه إبليس، فصام 40 يوما و40 ليلة حتى جاع، فدنا منه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. فأجابه: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وأخذه إبليس إلى المدينة المقدسة، فأوقفه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر. فأجابه يسوع: يقول الكتاب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. وأخذه إبليس إلى جبل عال جدا، فأراه جميع ممالك الدنيا ومجدها، وقال له: أعطيك هذا كله إن سجدت لي وعبدتني. فأجابه يسوع: ابتعد عني يا شيطان، لأن الكتاب يقول: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، فجاء بعض الملائكة يخدمونه، وسمع يسوع باعتقال يوحنا، فرجع إلى الجليل، ثم ترك الناصرة وسكن في كفر نحوم على شاطئ بحر الجليل في بلاد زبولون ونفتالي، ليتم ما قال النبي إشعيا: يا أرض زبولون وأرض نفتالي على طريق البحر عبر الأردن، يا جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلام رأى نورا ساطعا، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. وبدأ يسوع من ذلك الوقت يبشر فيقول: توبوا، لأن ملكوت السماوات اقترب. وكان يسوع يمشي على شاطئ بحر الجليل، فرأى أخوين هما سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، لأنهما كانا صيادين، فقال لهما: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر. فتركا شباكهما في الحال وتبعاه، وسار من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا مع أبيهما زبدي في قارب يصلحان شباكهما، فدعاهما إليه، فتركا القارب وأباهما في الحال وتبعاه. وكان يسوع يسير في أنحاء الجليل يعلم في المجامع ويعلن إنجيل الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء، فانتشر صيته في سوريا كلها، فجاءوا إليه بجميع المصابين بأوجاع وأمراض متنوعة، من مصروعين ومقعدين والذين بهم شياطين، فشفاهم. فتبعته جموع كبيرة من الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وعبر الأردن. الأصحاح الخامس. فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم، قال: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض.
هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق لأنهم يشبعون، هنيئا للرحماء لأنهم يرحمون، هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله، هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، هنيئا للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم، من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم، من نظر إلى امرأة ليشتهيها زن بها في قلبه، فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا، من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم، من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم، لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا،
وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا من يسيء إليكم. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين. من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل: أحب قريبك وأبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. الأصحاح السادس. إياكم أن تعملوا الخير أمام الناس ليشاهدوكم، وإلا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا أحسنت إلى أحد فلا تطبل ولا تزمر، مثلما يعمل المراؤون في المجامع والشوارع حتى يمدحهم الناس. الحق أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا أحسنت إلى أحد فلا تجعل شمالك تعرف ما تعمل يمينك، حتى يكون إحسانك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك. وإذا صليتم فلا تكونوا مثل المرائين، يحبون الصلاة قائمين في المجامع ومفارق الطرق ليشاهدهم الناس. الحق أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صليت فادخل غرفتك وأغلق بابها، وصلي لأبيك الذي لا تراه عين، وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك. ولا ترددوا الكلام ترداد في صلواتكم مثل الوثنيين، يظنون أن الله يستجيب لهم لكثرة كلامهم. لا تكونوا مثلهم، لأن الله أباكم يعرف ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هذه الصلاة: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك في الأرض كما في السماء. أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا ذنوبنا كما غفرنا نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير. فإن كنتم تغفرون للناس زلاتهم، يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن كنتم لا تغفرون للناس زلاتهم، لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وإذا صمتم فلا تكونوا عابسين مثل المرائين، يجعلون وجوههم كالحة ليظهروا للناس أنهم صائمون. الحق أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فاغسل وجهك وادهن شعرك، حتى لا يظهر للناس أنك صائم، بل لأبيك الذي لا تراه عين، وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك. لا تجمع لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ كل شيء، وينقب اللصوص ويسرقون، بل اجمعوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد السوس والصدأ أي شيء، ولا ينقب اللصوص ولا يسرقون. فحيث يكون كنزك يكون قلبك. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة
كان جسدك كله مظلما، فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فيا له من ظلام. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يتبع أحدهما وينبذ الآخر، فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون وما تشربون، ولا للجسد ما تلبسون. أما الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. انظروا طيور السماء كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن، وأبوكم السماوي يرزقها، أما أنتم أفضل منها كثيرا؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا يهمكم اللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تتعب. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان الله هكذا يلبس عشب الحقل وهو يوجد اليوم ويرمى غدا في التنور، فكم أنتم أولى منه بأن يلبسكم يا قليلي الإيمان. لذلك لا تهتموا فتقولوا، ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ فهذا يطلبه الوثنيون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا أولا ملكوت الله ومشيئته، فيزيدكم الله هذا كله. لا يهمكم أمر الغد، فالغد يهتم بنفسه، ولكل يوم من المتاعب ما يكفيه. الأصحاح السابع. لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك، دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا، فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب، يا رب يا رب
أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. الأصحاح الثامن. ولما نزل يسوع من الجبل تبعته جموع كبيرة، ودنا منه أبرص فسجد له وقال: يا سيدي، إن أردت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه وقال: أريد، فطهر. فطهر من برصه في الحال. فقال له يسوع: إياك أن تخبر أحدا، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم القربان الذي أمر به موسى شهادة عندهم. ودخل يسوع كفرناحوم، فجاءه ضابط روماني وتوسل إليه بقوله: يا سيد، خادمي طريح الفراش في البيت يتوجع كثيرا ولا يقدر أن يتحرك. فقال له يسوع: أنا ذاهب لأشفيه. فأجاب الضابط: أنا لا أستحق يا سيدي أن تدخل تحت سقف بيتي، ولكن يكفي أن تقول كلمة فيشفى خادمي، فأنا مرؤوس ولي جنود تحت أمري، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعالى فيجيء، ولخادمي اعمل هذا فيعمل. فتعجب يسوع من كلامه وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم، ما وجدت مثل هذا الإيمان عند أحد في إسرائيل. أقول لكم، كثيرون من الناس سيجيئون من المشرق والمغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما من كان لهم الملكوت فيطرحون خارجا في الظلمة، وهناك البكاء وصريف الأسنان. وقال يسوع للضابط: اذهب وليكن لك على قدر إيمانك. فشفي الخادم في تلك الساعة. ودخل يسوع إلى بيت بطرس، فوجد حماة بطرس طريحة الفراش بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى، فقامت وأخذت تخدمه. وعند المساء جاءه الناس بكثير من الذين فيهم شياطين، فأخرجها بكلمة منه وشفى جميع المرضى، فتم ما قال النبي إشعيا: أخذ أوجاعنا وحمل أمراضنا. ورأى يسوع جمهورا حوله، فأمر تلاميذه بالعبور إلى الشاطئ المقابل، فدنا منه أحد معلمي الشريعة وقال له: يا معلم، أتبعك أينما تذهب. فأجابه يسوع: للثعالب أوكار، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فلا يجد أين يسند رأسه. وقال له واحد من تلاميذه: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اتبعني واترك الموت يدفنون موتاهم. وركب يسوع القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة في البحر حتى غمرت الأمواج القارب، وكان يسوع نائما، فدنا منه تلاميذه وأيقظوه وقالوا له: نجنا يا سيد فنحن نهلك. فأجابهم يسوع: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ وقام وانتهر الرياح والبحر،
فحدث هدوء تام. فتعجب الناس وقالوا: من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر؟ ولما وصل يسوع إلى الشاطئ المقابل في ناحية الجدريين، استقبله رجلان خرجا من المقابر وفيهما شياطين، وكانا شرسين جدا حتى لا يقدر أحد أن يمر من تلك الطريق، فأخذا يصيحان: ما لنا ولك يا ابن الله؟ أجئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟ وكان يرعى بعيدا من هناك قطيع كبير من الخنازير، فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: اذهبوا. فخرجوا ودخلوا في الخنازير، فاندفع القطيع كله من المنحدر إلى البحر وهلك في الماء. فهرب الرعاة إلى المدينة وأخبروا بما حدث وبما جرى للرجلين اللذين كان فيهما شياطين. فخرج أهل المدينة كلهم إلى يسوع، ولما رأوه طلبوا إليه أن يرحل عن ديارهم. الأصحاح التاسع. فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك. فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم: هذا الرجل يجدف. وعرف يسوع أفكارهم فقال: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا. وقال للكسيح: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فأجاب: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين. وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟ فأجابهم يسوع: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية. وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى. فالتفت يسوع فرآها وقال: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي
رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه، وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت، وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك، فتبعه أعميان يصيحان: ارحمنا يا ابن داود. ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟ فأجابا: نعم يا سيد. فلمس يسوع أعينهما وقال: فليكن لكما على قدر إيمانكما. فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال: إياكما أن يعلم أحد. ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل. ولكن الفريسيين قالوا: برئيس الشياطين يطرد الشياطين. وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. الأصحاح العاشر. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم،
ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص، وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره، الحق أقول لكم، لن يضيع. الأصحاح الحادي عشر. ولما أتم يسوع وصاياه لتلاميذه الاثني عشر خرج من هناك ليعلم ويبشر في المدن المجاورة، وسمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح، فأرسل إليه بعض تلاميذه ليقول له: هل أنت هو الذي يجيء أو ننتظر آخر؟ فأجابهم يسوع: ارجعوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون. العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يتلقون البشارة، وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي. فلما انصرف تلاميذ يوحنا تحدث يسوع للجموع عن يوحنا فقال: ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ والذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. قولوا لي، ماذا خرجتم تنظرون؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم، بل أفضل من نبي، فهو الذي يقول فيه الكتاب: أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك. الحق أقول لكم، ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن أصغر الذين في ملكوت السماوات أعظم منه. فمن أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم، والناس يبذلون جهدهم لدخول ملكوت السماوات، والمجاهدون يدخلونه. فإلى أن جاء يوحنا كان هناك نبوآت الأنبياء وشريعة موسى. فإذا شئتم أن تصدقوا فاعلموا أن يوحنا هو إيليا المنتظر.
من كان له أذنان فليسمع. بمن أشبه أبناء هذا الجيل؟ هم مثل أولاد جالسين في الساحات يتصايحون: زمرنا لكم فما رقصتم، وندبنا لكم فما بكيتم. جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فقالوا: فيه شيطان. وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا: هذا رجل أكول وسكير وصديق لجباة الضرائب والخاطئين. لكن الحكمة تبررها أعمالها. وأخذ يسوع يؤنب المدن التي أجرى فيها أكثر معجزاته وما تاب أهلها، فقال: الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت فيكما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. لكني أقول لكم، سيكون مصير صورة وصيدا يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت إلى اليوم. لكني أقول لكم، سيكون مصير سدوم يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيرك. وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم يا أبي، هذه مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء. ما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يظهره له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت أثقالكم، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتعلموا مني، تجدوا الراحة لنفوسكم، فأنا وديع متواضع القلب، ونيري هين وحملي خفيف. الأصحاح الثاني عشر. وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه، فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت. فأجابهم يسوع: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله، وكيف أكلوا خبز القربان، وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم، هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت. وذهب من هناك إلى مجمعهم، فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه: أيحل الشفاء في السبت؟ فأجابهم يسوع: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت. وقال يسوع للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم، وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته، قصبة مردودة لا يكسر،
وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي، وعلى اسمه رجاء الشعوب. وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا: أما هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين. وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم: كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم: كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان. وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجابهم: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير. وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك. فأجابه يسوع: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ وأشار بيده إلى تلاميذه وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. الأصحاح 13. وخرج يسوع من الدار في ذلك اليوم وجلس بجانب البحر، فازدحم عليه جمع كبير،
حتى إنه صعد إلى قارب وجلس فيه والجمع كله على الشاطئ، فكلمهم بأمثال على أمور كثيرة. قال: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فجاءت الطيور وأكلته، ووقع بعضه على أرض صخرية قليلة التراب فنبت في الحال لأن ترابه كان بلا عمق، فلما أشرقت الشمس احترق وكان بلا جذور فيبس، ووقع بعضه على الشوك فطلع الشوك وخنقه، ومنه ما وقع على أرض طيبة فأعطى بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30، من كان له أذنان فليسمع. فدنا منه تلاميذه وقالوا له: لماذا تخاطبهم بالأمثال؟ فأجابهم: أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما هم فما أعطوا، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وأنا أخاطبهم بالأمثال لأنهم ينظرون فلا يبصرون، ويصغون فلا يسمعون ولا يفهمون، ففيهم تتم نبوءة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، لأن هذا الشعب تحجر قلبه فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم. وأما أنتم فهنيئا لكم، لأن عيونكم تبصر وآذانكم تسمع. الحق أقول لكم، كثير من الأنبياء والأبرار تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا. فاسمعوا أنتم مغزى مثل الزارع: من يسمع كلام الملكوت ولا يفهمه فهو المزروع في جانب الطريق، فيجيء الشرير وينتزع ما هو مزروع في قلبه، ومن يسمع كلام الملكوت ويتقبله في الحال فرحا فهو المزروع في أرض صخرية لا جذور له في نفسه، فيكون إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلام الملكوت ارتد عنه في الحال. ومن يسمع كلام الملكوت ولا يعطي ثمرا فهو المزروع في الشوك، له من هموم هذه الدنيا ومحبة الغنى ما يخنق الثمر فيه. وأما من يسمع كلام الملكوت ويفهمه فهو المزروع في الأرض الطيبة، فيثمر ويعطي بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30. وقدم لهم يسوع مثلا آخر، قال: يشبه ملكوت السماوات رجلا زرع زرعا جيدا في حقله، وبينما الناس نيام جاء عدوه وزرع بين القمح زؤانا ومضى، فلما طلع النبات وأخرج سنبلة ظهر الزؤان معه. فجاء خدم صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، أنت زرعت زرعا جيدا في حقلك، فمن أين جاءه الزؤان؟ فأجابهم: عدو فعل هذا. فقالوا له: أتريد أن نذهب لنجمع الزؤان؟ فأجاب: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان، فاتركوا القمح ينمو مع الزؤان إلى يوم الحصاد، فأقول للحصادين: اجمعوا الزؤان أولا واحزموه حزما ليحرق، وأما القمح فاجمعوه إلى مخزني. وقدم لهم مثلا آخر، قال: يشبه ملكوت السماوات حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، هي أصغر الحبوب كلها، ولكنها إذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تجيء وتعشش في أغصانها. وقال لهم هذا المثل: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله. هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال، وكان لا يخاطبهم إلا بأمثال، فتم ما قال النبي: بالأمثال أنطق،
فأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم. وترك يسوع الجموع ودخل إلى البيت، فجاء إليه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل زؤان الحقل. فأجابهم: الذي زرع زرعا جيدا هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء الملكوت، والزؤان هو أبناء الشرير، والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. وكما يجمع الزارع الزؤان ويحرقه في النار، فكذلك يكون في نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته كل المفسدين والأشرار، ويرمونهم في آتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. وأما الأبرار فيشرقون كالشمس في ملكوت أبيهم. من كان له أذنان فليسمع. ويشبه ملكوت السماوات كنزا مدفونا في حقل، وجده رجل فخبأه، ومن فرحه مضى فباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. ويشبه ملكوت السماوات تاجرا كان يبحث عن لؤلؤ ثمين، فلما وجد لؤلؤة ثمينة مضى وباع كل ما يملك واشتراها. ويشبه ملكوت السماوات شبكة ألقاها الصيادون في البحر، فجمعت سمكا من كل نوع، فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ، فوضعوا السمك الجيد في سلالهم ورموا الرديء. وهكذا يكون في نهاية العالم. يجيء الملائكة وينتقون الأشرار من بين الصالحين، ويرمونهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. سأل يسوع تلاميذه: أفهمتم هذا كله؟ فأجابوه: نعم. فقال لهم: إذن كل من صار من معلمي الشريعة تلميذا في ملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم. ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وعاد إلى بلده، وأخذ يعلم في مجمعهم، فتعجبوا وتساءلوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن النجار؟ أمه تدعى مريم، وأخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أما جميع أخواته عندنا؟ فمن أين له كل هذا؟ ورفضوه. فقال لهم يسوع: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبيته. وما صنع هناك كثيرا من المعجزات لعدم إيمانهم به. الأصحاح الرابع عشر. وفي ذلك الوقت سمع الوالي هيرودس أخبار يسوع، فقال لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان قام من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده. وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده وسجنه من أجل هيرودية امرأة أخيه فيليبوس، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل لك أن تتزوجها. وأراد أن يقتله، فخاف من الشعب لأنهم كانوا يعدونه نبيا. ولما أقام هيرودس ذكرى مولده، رقصت ابنة هيرودية في الحفلة، فأعجبت هيرودس فأقسم لها أن يعطيها ما تشاء. فلقنتها أمها فقالت لهيرودس: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فحزن الملك، ولكنه أمر بإعطائها ما تريد من أجل اليمين التي حلفها على مسامع الحاضرين، وأرسل جنديا فقطع رأس يوحنا في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وجاء تلاميذ يوحنا فحملوا الجثة ودفنوها، ثم ذهبوا وأخبروا يسوع. فلما سمع يسوع خرج من هناك في قارب إلى مكان مقفر يعتزل فيه، وعرف الناس فتبعوه من المدن مشيا على الأقدام. فلما نزل من القارب رأى جموعا كبيرة، فأشفق عليهم
وشفى مرضاهم. وفي المساء دنا منه تلاميذه وقالوا: فات الوقت وهذا المكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى القرى ليشتروا لهم طعاما. فأجابهم يسوع: لا داعي لانصرافهم، أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له: ما عندنا هنا غير 5 أرغفة وسمكتين. فقال يسوع: هاتوا ما عندكم. ثم أمر الجموع أن يقعدوا على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر التي فضلت، وكان الذين أكلوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب في الحال ويسبقوه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة، وكان وحده هناك عندما جاء المساء. وأما القارب فابتعد كثيرا عن الشاطئ، وطغت الأمواج عليه لأن الريح كانت مخالفة له. وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا: هذا شبح، وصرخوا من شدة الخوف. فقال لهم يسوع في الحال: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو يا سيد فمرني أن أجيء إليك على الماء. فأجابه يسوع: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع، ولكنه خاف عندما رأى الريح شديدة فأخذ يغرق فصرخ: نجني يا سيد. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما صعدا إلى القارب هدأت الريح، فسجد له الذين كانوا في القارب وقالوا: بالحقيقة أنت ابن الله. وعبر يسوع وتلاميذه إلى بر جنسارت. فلما عرف أهل البلدة يسوع نشروا الخبر في تلك الأنحاء كلها، فجاءوه بالمرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى. الأصحاح 15. وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم فسألوه: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟ فأجابهم يسوع: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذا تقدمة لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. ثم دعا الجموع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. فتقدم تلاميذه وقالوا له: أتعرف أن الفريسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا؟ فأجابهم: كل غرس لا يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان، قادة عميان، وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في حفرة. فقال له بطرس: فسر لنا هذا المثل. فأجاب: أأنتم حتى الآن لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل فم الإنسان ينزل إلى الجوف ومنه إلى خارج الجسد؟
وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج، وهو ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل والزنا والفسق والسرقة وشهادة الزور والنميمة، وهي التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدة، فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت: ارحمني يا سيدي، يا ابن داود، ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا. فما أجابها يسوع بكلمة، فدنا تلاميذه وتوسلوا إليه بقولهم: أصرفها عنا، لأنها تتبعنا بصياحها. فأجابهم يسوع: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. ولكن المرأة جاءت فسجدت له وقالت: ساعدني يا سيدي. فأجابها: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب. فقالت له المرأة: نعم يا سيدي، حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها. فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك يا امرأة، فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. وانتقل يسوع من هناك إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك. فجاءته جموع كبيرة ومعهم عرج وعميان ومقعدون وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس عندما رأوا الخرس يتكلمون والعرج يشفون والمقعدين يمشون والعميان يبصرون، فمجدوا إله إسرائيل. ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم: أشفقوا على هذا الجمع، فهم من 3 أيام يلازمونني وما عندهم ما يأكلون، فلا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال له التلاميذ: من أين لنا في هذه البرية خبز يشبع مثل هذا الجمع؟ فقال لهم يسوع: كم رغيفا عندكم؟ أجابوا: 7 أرغفة وبعض سمكات صغار. فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال ممتلئة. وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان. الأصحاح 16. وأقبل إليه بعض الفريسيين والصدوقيين ليجربوه، فطلبوا منه أن يريهم آية من السماء. فأجابهم: تقولون عند غروب الشمس سيكون صحو لأن السماء حمراء كالنار، وعند الفجر تقولون اليوم مطر لأن السماء حمراء على سواد. منظر السماء تعرفون أن تفسروه، وأما علامات الأزمنة فلا تقدرون أن تفسروها. جيل فاسد فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية يونان. ثم تركهم ومضى. ولما عبر التلاميذ إلى الشاطئ المقابل نسوا أن يتزودوا خبزا، فقال لهم يسوع: انتبهوا، إياكم وخمير الفريسيين والصدوقيين. فقالوا في أنفسهم: يقول هذا لأننا ما تزودنا خبزا. فعرف يسوع وقال لهم: يا قليلي الإيمان، كيف تقولون في أنفسكم لا خبز معنا؟ أما فهمتم بعد؟ ألا تذكرون الأرغفة 5 للـ5000 وكم قفة ملأتم؟ والأرغفة 7 للـ4000 وكم سلة ملأتم؟ كيف لا تفهمون أني ما عنيت الخبز بكلامي؟ فإياكم وخمير الفريسيين والصدوقيين.
ففهم التلاميذ أنه قال لهم يجب أن يتجنبوا تعاليم الفريسيين والصدوقيين لا خمير الخبز. ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس سأل تلاميذه: من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ فأجابوا: بعضهم يقول يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وغيرهم يقول إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: هنيئا لك يا سمعان ابن يونا، ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك، أنت صخر، وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي، وقوات الموت لن تقوى عليها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. وأوصى يسوع تلاميذه أن لا يخبروا أحدا بأنه المسيح. وبدأ يسوع من ذلك الوقت يصرح لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا على أيدي شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة ويموت قتلا وفي اليوم الثالث يقوم. فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول: لا سمح الله يا سيد، لن تلقى هذا المصير. فالتفت وقال لبطرس: ابتعد عني يا شيطان، أنت عقبة في طريقي، لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله. وقال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي يجدها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبماذا يفدي الإنسان نفسه؟ سيجيء ابن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته، فيجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهد مجيء ابن الإنسان في ملكوته. الأصحاح السابع عشر. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب وأخاه يوحنا وانفرد بهم على جبل مرتفع، وتجلى بمشهد منهم، فأشرق وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وظهر لهم موسى وإيليا يكلمان يسوع، فقال بطرس ليسوع: يا سيد، ما أجمل أن نكون هنا، فإن شئت نصبت هنا ثلاث مظال، واحدة لك، وواحدة لموسى، وواحدة لإيليا. وبينما هو يتكلم ظللتهم سحابة مضيئة، وقال صوت من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت، فله اسمعوا. فلما سمع التلاميذ هذا الصوت وقعوا على وجوههم وهم في خوف شديد. فدنا يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا لا تخافوا. فرفعوا عيونهم فما رأوا إلا يسوع وحده. وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قال: لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. فسأله التلاميذ: لماذا يقول معلمو الشريعة يجب أن يجيء إيليا أولا؟ فأجابهم: نعم، يجيء إيليا ويصلح كل شيء، ولكني أقول لكم، جاء إيليا فما عرفوه، بل فعلوا به على هواهم، وكذلك ابن الإنسان سيتألم على أيديهم. ففهم التلاميذ أنه كان يكلمهم عن يوحنا المعمدان. ولما رجعوا إلى الجموع أقبل إليه رجل وسجد وقال له:
ارحم ابني يا سيدي، لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا، وكثيرا ما يقع في النار وفي الماء، وجئت به إلى تلاميذك فما قدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع: أيها الجيل غير المؤمن الفاسد، إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم؟ قدموا الصبي إلي هنا. وانتهره يسوع، فخرج الشيطان من الصبي فشفي في الحال. فانفرد التلاميذ بيسوع وسألوه: لماذا عجزنا نحن عن أن نطرده؟ فأجابهم: لقلة إيمانكم. الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من خردل لقلتم لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولما عجزتم عن شيء. وهذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم. وكان التلاميذ مجتمعين في الجليل، فقال لهم يسوع: سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. فحزن التلاميذ كثيرا. وعندما رجع يسوع وتلاميذه إلى كفر نحوم، جاء جباة ضريبة الهيكل إلى بطرس وسألوه: أما يوفي معلمكم ضريبة الهيكل؟ فأجاب: نعم. فلما دخل بطرس إلى البيت عاجله يسوع بقوله: ما رأيك يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن أبناء البلاد أم من الغرباء؟ فأجاب بطرس: من الغرباء. فقال له يسوع: إذن فالأبناء أحرار في أمر إيفائها، لكننا لا نريد أن نحرج أحدا، فاذهب إلى البحر وألقي الصنارة وأمسك أول سمكة تخرج، وافتح فمها تجد فيه قطعة بأربعة دراهم، فخذها وادفعها إليهم عني وعنك. الأصحاح الثامن عشر. ودنا التلاميذ في ذلك الوقت إلى يسوع وسألوه: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتغيرون وتصيرون مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. من اتضع وصار مثل هذا الطفل فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل طفلا مثله باسمي يكون قبلني. من أوقع أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي في الخطيئة فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن كبير ويرمى في أعماق البحر. الويل للعالم مما يوقع الناس في الخطيئة، ولابد أن يحدث ما يوقع في الخطيئة، ولكن الويل لمن يسبب حدوثه. فإذا أوقعتك يدك أو رجلك في الخطيئة فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ولك يد أو رجل واحدة من أن يكون لك يدان ورجلان وتلقى في النار الأبدية. وإذا أوقعتك عينك في الخطيئة فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ولك عين واحدة من أن يكون لك عينان وتلقى في نار جهنم. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فابن الإنسان جاء ليخلص الهالكين. وما قولكم، إن كان لرجل 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويبحث عن الخروف الضال؟ وإذا وجده ألا يفرح به؟ الحق أقول لكم، إنه يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي ما ضلت. وهكذا لا يريد أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إذا خطئ أخوك إليك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه، فإذا سمع لك تكون ربحت أخاك، وإن رفض أن يسمع لك فخذ معك رجلا أو رجلين،
حتى تثبت كل شيء بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فإن رفض أن يسمع لهم فقل للكنيسة، وإن رفض أن يسمع للكنيسة فعامله كأنه وثني أو جابي ضرائب. الحق أقول لكم، ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء. الحق أقول لكم، إذا اتفق اثنان منكم في الأرض أن يطلبا حاجة حصلا عليها من أبي الذي في السماوات، فأينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم. فدنا بطرس وقال ليسوع: يا سيد، كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له؟ 7 مرات؟ فأجابه يسوع: لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فملكوت السماوات يشبه ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ يحاسبهم جيء إليه بواحد منهم عليه 10,000 درهم من الفضة، وكان لا يملك ما يوفي، فأمر سيده بأن يباع هو وامرأته وأولاده وجميع ما يملك حتى يوفيه دينه. فركع العبد له ساجدا وقال: أمهلني فأوفيك كل ما لك علي. فأشفق عليه سيده وأطلقه وأعفاه من الدين. ولما خرج الرجل لقي عبدا من أصحابه كان له عليه 100 دينار، فأمسكه بعنقه حتى كاد يخنقه وهو يقول له: أوفني ما لي عليك. فركع صاحبه يرجوه ويقول: أمهلني فأوفيك، فما أراد، بل أخذه وألقاه في السجن حتى يوفيه الدين. ورأى العبيد أصحابه ما جرى فاستاءوا كثيرا وذهبوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فدعاه سيده وقال له: يا عبد السوء، أعفيتك من دينك كله لأنك رجوتني، أفما كان يجب عليك أن ترحم صاحبك مثلما رحمتك؟ وغضب سيده كثيرا فسلمه إلى الجلادين حتى يوفيه كل ما له عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن كان كل واحد منكم لا يغفر لأخيه من كل قلبه. الأصحاح 19. ولما أتم يسوع هذا الكلام ترك الجليل وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فتبعته جموع كبيرة فشفاهم هناك. ودنا إليه بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه: أيحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب كان؟ فأجابهم وقال: أما قرأتم أن الخالق من البدء جعلهما ذكرا وأنثى، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا؟ فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. وسأله الفريسيون: فلماذا أوصى موسى بأن يعطي الرجل امرأته كتاب طلاق فتطلق؟ فأجابهم يسوع: لقساوة قلوبكم أجاز لكم موسى أن تطلقوا نساءكم، وما كان الأمر من البدء هكذا. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا وتزوج غيرها زنى. فقال له تلاميذه: إذا كانت هذه حال الرجل مع المرأة فخير له أن لا يتزوج. فأجابهم يسوع: لا يقبل هذا الكلام إلا الذين أعطي لهم أن يقبلوه، ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج، وفيهم من جعلهم الناس هكذا، وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات، فمن قدر أن يقبل فليقبل. وجاءه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. فقال يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء
ملكوت السماوات. ووضع يديه عليهم ومضى من هناك. وأقبل إليه شاب وقال له: أيها المعلم، ماذا أعمل من الصلاح لأنال الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تسألني عما هو صالح؟ لا صالح إلا واحد، إذا أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. فقال له: أي وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك مثلما تحب نفسك. فقال له الشاب: عملت بهذه الوصايا كلها، فما يعوزني؟ أجابه يسوع: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. وقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، يصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات. بل أقول لكم، مرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني ملكوت الله. فتعجب التلاميذ كثيرا من هذا الكلام وقالوا: ما يمكنه أن يخلص إذن؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا شيء غير ممكن عند الناس، أما عند الله فكل شيء ممكن. وقال له بطرس: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجاب يسوع: الحق أقول لكم، متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده عند تجديد كل شيء، تجلسون أنتم الذين تبعوني على 12 عرشا لتدين عشائر إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أبناء أو حقولا من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين. الأصحاح 20. فملكوت السماوات كمثل صاحب كرم خرج مع الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، فاتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة 9 فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي وسأعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا. وخرج أيضا نحو الظهر ثم نحو الساعة 3 وعمل الشيء نفسه. وخرج نحو 5 مساء فلقي عمالا آخرين واقفين هناك، فقال لهم: ما لكم واقفين هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: ما استأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا العمال كلهم وادفع لهم أجورهم، مبتدئا بالآخرين حتى تصل إلى الأولين. فجاء الذين استأجرهم في 5 مساء وأخذ كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون زيادة، فأخذوا هم أيضا دينارا لكل واحد منهم. وكانوا يأخذونه وهم يتذمرون على صاحب الكرم، فيقولون: هؤلاء الآخرون عملوا 1 ساعة فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره. فأجاب صاحب الكرم واحدا منهم: يا صديقي، أنا ما ظلمتك، أما اتفقت معك على دينار؟ خذ حقك وانصرف. فهذا الذي جاء في الآخر أريد أن أعطيه مثلك، أما يجوز لي أن أتصرف بمالي كيفما أريد؟ أم أنت حسود لأني أنا كريم؟ وقال يسوع: هكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين.
وكان يسوع صاعدا إلى أورشليم، فأخذ التلاميذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم في الطريق: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى أيدي الغرباء، فيستهزئون به ويجلدونه ويصلبونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وجاءت إليه أم يعقوب ويوحنا ابني زبدي ومعها ابناها، وسجدت له تطلب منه حاجة، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت: مر أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مملكتك. فأجاب يسوع: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ قالا له: نقدر. فقال لهما: نعم، ستشربان كأسي، وأما الجلوس عن يميني وعن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه، لأنه للذين هيأه لهم أبي. ولما سمع التلاميذ العشرة غضبوا على الأخوين، فدعاهم يسوع إليه وقال لهم: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن عظماءها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدا. هكذا ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس، بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم. وبينما هم خارجون من أريحا، تبعت يسوع جموع كبيرة، وسمع أعميان جالسان على جانب الطريق أن يسوع يمر من هناك، فأخذا يصيحان: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرتهما الجموع ليسكتا، لكنهما صاحا بصوت أعلى: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال لهما: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟ أجابا: أن تفتح أعيننا يا سيد. فأشفق يسوع عليهما ولمس أعينهما، فأبصرا في الحال وتبعاه. الأصحاح الحادي والعشرون. ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال. وكان هذا ليتم ما قال النبي: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما، فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف: المجد لابن داود، تبارك الذي باسم الرب، المجد في العلا. ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت: من هذا؟ فأجابت الجموع: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل. ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم: جاء في الكتاب: بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل: المجد لابن داود. فقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
فأجابهم: نعم، أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟ ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها: لن تثمري إلى الأبد. فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجابهم يسوع: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه. ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟ فأجابهم يسوع: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟ فقالوا في أنفسهم: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما آمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا. فأجابوا يسوع: لا نعرف. فقال لهم: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟ قالوا: الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟ قالوا له: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه. فقال لهم يسوع: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم، سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه. فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبيا.
الأصحاح 22. وعاد يسوع إلى مخاطبة الجموع بالأمثال فقال: يشبه ملكوت السماوات ملكا أقام وليمة في عرس ابنه، فأرسل خدمه يستدعي المدعوين إلى الوليمة فرفضوا أن يجيئوا، فأرسل خدما آخرين ليقولوا للمدعوين: أعددت وليمتي وذبحت أبقاري وعجولي المسمنة وهيأت كل شيء، فتعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا، فمنهم من خرج إلى حقله، ومنهم من ذهب إلى تجارته، والآخرون أمسكوا خدمه وشتموهم وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل جنوده، فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم. ثم قال لخدمه: الوليمة مهيئة، ولكن المدعوين غير مستحقين، فاخرجوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى الوليمة كل من تجدونه. فخرج الخدم إلى الشوارع وجمعوا من وجدوا من أشرار وصالحين، فامتلأت قاعة العرس بالمدعوين. فلما دخل الملك ليرى المدعوين، وجد رجلا لا يلبس ثياب العرس، فقال له: كيف دخلت إلى هنا يا صديقي وأنت لا تلبس ثياب العرس؟ فسكت الرجل. فقال الملك للخدم: اربطوا يديه ورجليه واطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان، لأن المدعوين كثيرون وأما المختارون فقليلون. وذهب الفريسيون وتشاوروا كيف يمسكون يسوع بكلمة، فأرسلوا إليه بعض تلاميذهم وبعض الهيروديسيين يقولون له: يا معلم، نعرف أنك صادق تعلم بالحق طريق الله ولا تبالي بأحد لأنك لا تراعي مقام الناس، فقل لنا، ما رأيك؟ أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ فعرف يسوع مكرهم فقال لهم: يا مراؤون، لماذا تحاولون أن تحرجوني؟ أروني نقد الجزية. فناولوه دينارا فقال لهم: لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا: للقيصر. فقال لهم: ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله. فتعجبوا مما سمعوه وتركوه ومضوا. وفي ذلك اليوم جاء إلى يسوع بعض الصدوقيين، وهم الذين ينكرون القيامة، وسألوه: يا معلم، قال موسى: إن مات رجل لا ولد له فليتزوج أخوه امرأته ليقيم نسلا لأخيه، وكان عندنا سبعة إخوة، فتزوج الأول ومات من غير نسل فترك امرأته لأخيه، ومثله الثاني والثالث حتى السابع، ثم ماتت المرأة من بعدهم جميعا، فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة؟ لأنها كانت لهم جميعا. فأجابهم يسوع: أنتم في ضلال لأنكم تجهلون الكتب المقدسة وقدرة الله، ففي القيامة لا يتزاوجون بل يكونون مثل ملائكة في السماء. وأما قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قال الله لكم: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وما كان الله إله أموات بل إله أحياء. وسمع الجموع هذا الكلام فتعجبوا من تعليمه. وعلم الفريسيون أن يسوع أسكت الصدوقيين فاجتمعوا معا، فسأله واحد منهم وهو من علماء الشريعة ليحرجه: يا معلم، ما هي أعظم وصية في الشريعة؟ فأجابه يسوع: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل عقلك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والوصية الثانية مثلها: أحب قريبك مثلما تحب نفسك. على هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها وتعاليم الأنبياء. وبينما الفريسيون مجتمعون سألهم يسوع: ما قولكم في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم:
إذن كيف يدعوه داود ربا وهو يقول بوحي من الروح: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك. فإذا كان داود يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح ابنه؟ فما قدر أحد أن يجيبه بكلمة، ولا تجرأ أحد من ذلك اليوم أن يسأله عن شيء. الأصحاح 23. وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه. معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون: من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون: من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة: العدل والرحمة والصدق. وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون،
أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد، وأنتم كذلك تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون: لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب. الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله. وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجابهم يسوع: انتبهوا لئلا يضللكم أحد، سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر،
ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه: سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان. الأصحاح 25. ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجنا للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فذهبنا إلى البياعين واشترينا حاجتكن.
وبينما هن ذاهبات ليشترين، وصل العريس فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذار الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2 وزنتين، والثالث 1 وزنة وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ 2 وزنتين فربح 2 وزنتين. أما الذي أخذ 1 وزنة فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل، فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 2 وزنتين فقال: يا سيدي أعطيتني 2 وزنتين، فخذ معهما 2 وزنتين ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل، فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 1 وزنة فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض، وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذ منه 1 وزنة وادفعوها إلى صاحب 10 وزنات، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه.
فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي والصالحون إلى الحياة الأبدية. الأصحاح 26. ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب. واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب. وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء. فعرف يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها. وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟ فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟ فأجابهم: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي. فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني. فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا: هل أنا هو يا سيد؟ فأجابهم: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد. فسأله يهوذا الذي سيسلمه: هل أنا هو يا معلم؟ فأجابه يسوع: أنت قلت. وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل. فقال بطرس: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فأجابه بطرس: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك. وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم: اقعدوا هنا
حتى أذهب وأصلي هناك. وأخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي. وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد. ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف. وابتعد ثانية وصلى، فقال: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني. وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال: هو الذي أقبله فامسكوه. ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له: السلام عليك يا معلم. وقبله. فقال له يسوع: افعل ما جئت له يا صاحبي. فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟ وقال يسوع للجموع: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء. فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟ فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب يسوع: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء. فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟ فأجابوه: يستوجب الموت. فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟ وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر أمام جميع الحاضرين قال: لا أفهم ما تقولين،
وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري. فأنكر بطرس ثانية وحلف قال: لا أعرف هذا الرجل. وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك. فأخذ يلعن ويحلف: أنا لا أعرف هذا الرجل. فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع: قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج وبكى بكاء مرا. الأصحاح 27. ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه، ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم: خطئت حين أسلمت دما بريئا. فقالوا له: ما علينا، دبر أنت أمرك. فرمى يهوذا الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: هذه ثمن دم، فلا يحل لنا أن نضعها في صندوق الهيكل. فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء، ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم. فتم ما قاله النبي إرميا: وأخذوا 30 من الفضة، وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه، ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف، هكذا أمرني الرب. ووقف يسوع أمام الحاكم، فسأله الحاكم: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه يسوع: أنت قلت. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع ما يشهدون به عليك؟ فما أجابه يسوع عن شيء حتى تعجب الحاكم كثيرا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب، وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع برباس. فلما تجمهر الناس سألهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، يشوع برباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. وبينما بيلاطس على كرسي القضاء أرسلت إليه امرأته تقول: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله. لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا برباس ويقتلوا يسوع. فلما سألهم الحاكم: أيهما تريدون أن أطلق لكم؟ أجابوا: برباس. فقال لهم بيلاطس: وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟ فأجابوا كلهم: اصلبه. قال لهم: وأي شر فعل؟ فارتفع صياحهم: اصلبه. فلما رأى بيلاطس أنه ما استفاد شيئا بل اشتد الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم أمره. فأجاب الشعب كله: دمه علينا وعلى أولادنا. فأطلق لهم برباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها، فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصبة، ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به فقالوا: السلام عليك يا ملك اليهود. وأمسكوا القصبة وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي
وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب. وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليب يسوع. ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة، أي موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بالمر، فلما ذاقها رفض أن يشربها، فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها وجلسوا هناك يحرسونه، ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه: هذا يسوع ملك اليهود. وصلبوا معه للصين، واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون: يا هادم الهيكل وبنيه في 3 أيام، إن كنت عبد الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب. وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون: خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. توكل على الله وقال: أنا ابن الله، فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه. وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا، فقالا مثل هذا الكلام. وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة، ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: إلي إلي لما شبقتاني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا: ها هو ينادي إيليا. وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب، فقال له الآخرون: انتظر لنرى، هل يجيء إيليا ليخلصه؟ وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، فقامت أجساد كثير من القديسين الراقدين. وبعد قيامة يسوع خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس. فلما رأى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا: بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله. وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنه، فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان من تلاميذ يسوع، فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس أن يسلموه إليه. فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد كان حفره لنفسه في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد، أي بعد التهيئة للسبت، ذهب رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس وقالوا له: تذكرنا يا سيد أن ذلك الدجال قال وهو حي: سأقوم بعد 3 أيام، فأصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب: قام من بين الأموات، فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حرس، فاذهبوا واحتاطوا كما ترون. فذهبوا واحتاطوا على القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. الأصحاح 28. ولما مضى السبت وطلع فجر الأحد، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لزيارة القبر.
وفجأة وقع زلزال عظيم حين نزل ملاك الرب من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق وثوبه أبيض كالثلج. فارتعب الحرس لما رأوه وصاروا مثل الأموات. فقال الملاك للمرأتين: لا تخافا، أنا أعرف أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ما هو هنا؟ لأنه قام كما قال. تقدما وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، واذهبا في الحال إلى تلاميذه وقولا لهم: قام من بين الأموات، وها هو يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه، ها أنا قلت لكما. فتركت المرأتان القبر مسرعتين وهما في خوف وفرح عظيمين، وذهبتا تحملان الخبر إلى التلاميذ. فلاقاهما يسوع وقال: السلام عليكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، فهناك يرونني. وبينما هما ذاهبتان رجع بعض الحرس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما حدث. فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ، وبعدما تشاوروا رشوا الجنود بمال كثير وقالوا لهم: أشيعوا بين الناس أن تلاميذ يسوع جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الخبر فنحن نرضيه ونرد الأذى عنكم. فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لهم. فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل مثلما أمرهم يسوع. فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فدنا منهم يسوع وقال لهم: نلت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر.